وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم. أستاذ محمود أرحب بك، ودعنا نبدأ من دلالة تنوع أماكن إقامة مثل هذه الملتقيات. يعني الملتقى الخامس قبل 3 أشهر كان في محافظة السويس للتعريف بالإنجازات التي تمت هناك لجيلنا من الشباب الصغير. اليوم هذا الملتقى السادس في العاصمة الإدارية الجديدة، دلالة التنوع ودلالة اختيار العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الملتقى؟ مساء الخير على حضرتك وكل مشاهدي القناة الأولى. في الحقيقة احنا قدام مشهد جميل جدا مصر بتعيشه في ظل يعني قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يبقى فيه عندنا مبادرة زي مبادرة جيل جديد برعاية السيد الرئيس بالتعاون مع وزارة الداخلية، واهتمام بشباب المناطق الحضرية الجديدة، المناطق اللي تم تطويرها وتم تحديث شكل الحياة فيها وبقى فيها جودة حياة بتقدم حياة مختلفة للمواطن المصري. أولادنا بقى اللي موجودين في هذه المناطق النهاردة بيتفرجوا على الإنجازات بتاعت الدولة المصرية. نعم. وأتصور أن ده جزء مهم جدا ومكون مهم جدا في تكوين الشخصية المصرية اللي بتعيش في هذه المناطق، أنه يبقى متجذر جواه مفاهيم الانتماء وولاء وحب الوطن. الوطن الجميل، الوطن اللي هم شافوه، العاصمة الإدارية الجديدة، المكان الجميل اللي المصريين بنوه وعلى احدث طراز وعلى مدينه ذكيه، مدينه تتباهى بها مصر قدام العالم كله. فالنهارده الشباب الصغير بيشوف هذه المدينه، بيشوف الانجاز بتاع يعني اهاليه، بيشوف الانجاز بتاع المواطن المصري لما قرر انه يعمل انجاز مثل هذا الانجاز الكبير. بيشوف المسجد، بيشوف الكنيسه، بنشوف النسيج اللي ما بين المسلم والمسيحي، وبنشوف النسيج الوطني في ابهى صوره. ازاي ان هم خدوا الرحله، حتى انا يعني بصيت على التقرير، الرحله خدوها بالقطار السريع، والقطار السريع نهايه اخر محطه في مدينه الثقافه والعلوم في العاصمه الاداريه الجديده. فانت تقدر، اي حد، اي مصري النهارده يقدر يركب وسيله مواصلات زي القطار السريع ويبقى موجود في العاصمه الاداريه ويستمتع بمثل هذه المشاهد. الاطفال شافوا ده وعاشوه. الداخليه الحقيقه عملت حاجه مهمه جدا، انه مش بس ان هو وراه المشهد الجميل ده، ولكن كمان استوعب مهاراته واستوعب افكاره ولعب كوره واتفرج، وكان يوم جميل. وكل الشباب اللي شفتهم في التقرير يعني كلهم مبسوطين جدا وفرحانين بالمشهد الجميل ده، وانه الدوله فاكراهم والدوله مدت ايديها ليهم والدوله شايفاهم، ودوله كل شويه بتجيبهم وتفرجهم على بلدهم اللي يعني بقى صعب عليهم لوحدهم ان هم يتفرجوا عليه. نعم. إذا نقف عند دور وزارة الداخلية، الدور المجتمعي في تعميق الانتماء الوطني لدى الشباب من خلال الاطلاع على هذه النماذج التي أشرت إليها أستاذ محمود. بالتأكيد وزارة الداخلية لها دور مهم جدا، وربما يعني اتضح في الملتقيات السابقة والملتقى الجديد والمبادرة نفسها. احنا شايفين اهتمام كبير بالشباب واهتمام كبير بانه تصل جودة الحياة اللي موجودة في مصر للشباب بطريقة مختلفة وطريقة ذكية الحقيقة، وفيها كتير من الابداع. يعني الداخلية عملت حاجة مبدعة في الحقيقة، ان هي تنزل للشباب وتختارهم وتعمل رحلة بيرعاها رجال الداخلية، وبيشوفوا وبيتفرجوا على الاماكن الجديده، ويبقى فيها معاهم ملتقى ثقافي. يعني الافكار اللي بيستمع ليها الشباب في مثل هذه الظروف اتصور انها بتحفر جوه ذهنه المشهد والمعلومه الصحيحه، وتخليه طول الوقت محصن ضد اي معلومات خاطئه قد تاتي من هنا او من هناك، من وسائل التواصل الاجتماعي او من اي وسيله اخرى. فده تحصين للشباب، كمان تحصين للشباب وتحصين للجيل الجديد ده اللي كان بيبقى بيحصل ليه تلاعب في السنوات السابقه ومن جانب جماعات محظوره. النهارده الدوله بتمد ايديها، الداخليه اللي موجوده، الداخليه بتقدر تدي المعلومه الصحيحه وبتقدر تخلق وتخلي في الذهن دايما عند الشباب. نعم. الصغير الافكار اللي من النوع ده. نعم. الاستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريده اخبار اليوم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا على الهواء.